لسه مكملين فقراتنا، هنروح لزميلتنا نورهان طمان في دار اوبرا المصريه، وكمان لقطات من حفل الباليه للنادي الاهلي، وبعد كده هنرجع بعد تقرير او هنرجع بعد من زميلتنا نورهان طمان عشان نستقبل ضيفنا الكبير كابتن محي صلاح، والحديث عن كره اليد، والحديث عن فوز النادي الاهلي ببطوله ابطال افريقيا لابطال الكؤوس. باهتمام كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي بالحدث. استاذ خالد اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ومتشكر يعني على التقديم. طبعا هو حدث احنا بندعمه من اداره المكتبات بقى لها 7 سنين. الحفله دي معموله ب 250 لاعبه، المفروض ان هم كانوا ب 320 لظروف بس خوف من الكورونا بتاع فاعتذروا، انما عدد كبير جدا. لولا ان الحدث مهم واللاعبين على مستوى عالي جدا ما كانش اتعمل في مكان كبير زي الاوبرا المصريه، ويعني الاوبرا كلها تبقى محجوزه لفريق، دليل على ان المستوى عالي. التقييم اللي جت لجنه وزاره الثقافه يعني قيمت الاولاد مستوى عالي، المدربين والمعلمين ناس على اعلى مستوى، وده اللي النادي الاهلي دايما عود اعضائه عليه، الدعم، وان كل حاجه لازم تعمل على اعلى مستوى واكمل وجه. فاحنا بنهنيهم على هذا المستوى العالي، واحنا معاهم وراهم مجلس اداره وكل اعضاء النادي، بحيث ان احنا نبقى دايما في المقدمه في كل حاجه ان شاء الله. عائله النادي الاهلي دايما يعني مش مجرد شعار، يعني احنا بنشوف ان الناس كلها، طبعا كره القدم الناس كلها مهتمه بيها، والشعب المصري اصلا محب لكره القدم، ولكن الرياضات الاخرى والانشطه الاخرى مجلس اداره النادي الاهلي اكيد عينه عليها طول الوقت، واكيد مش بس كره القدم. بصي، احنا مجلس اداره الاهلي، او يعني مش المجلس بتاعنا بس عشان ما نقولش ان احنا بنبالغ، لا ده من طول عمر النادي الاهلي رائد في كل حاجه. فاحنا النهارده عندنا 19 لعبه بندعمهم، و 19 لعبه واخدين يعني اكبر بطولات واكبر عدد بطولات، عندنا دولاب بطولات مش كره القدم بس، بندعم منتخبات مصر في كل الالعاب، عندنا نشاط اجتماعي اللي هو يعني قليلا ما تلاقيه في كل الانديه، بندعم كل الانشطه الاجتماعيه، رحلات حج وعمره، رحلات سياحيه داخل مصر وخارج مصر، بندعم كل نشاط اجتماعي فيه توعيه للاسر سواء كبير او صغير بجميع الاعمار. النهارده الباليه المائي ده برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هي بعيده عن كره القدم وعن الرياضه، 19 لعبه، وده مثل من اللي احنا بنقول عليه. فطبعا ده احنا فخورين ان احنا كنادي اهلي عندنا كل هذا الدعم وعندنا كل هذا التوسع في كل مجالات الرياضه والاجتماعيات. كلمه اخيره بقى يا استاذ خالد لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي. أعضاء جمعية عمومية، والله بص، أنا أولاً أنا عايز أهني كمان، أنا نسيت المفروض كنت أبتدي بيها، إن إحنا بنهني فريق الهاندبول بحصوله على بطولة أفريقيا، وطبعاً ده خبر حلو. برضو أرجع أقول لك إن برضو مش كورة بس، فإحنا بنهني كل الفريق بالفني بالجهاز الفني باللاعبين والإداريين، وبنهني كل الجمعية العمومية برضو، دي تهنئة جديدة ليهم، وبنوعدهم إن إحنا إن شاء الله سواء إحنا موجودين في الدورة الجاية أو مش موجودين، اللي هيبقى موجود بينا هيكمل المسير بعدينا، هيكمل المسيره ويفضل النادي الاهلي لاعضائه وجماهيره في الرياده ان شاء الله. بمناسبه ان انا اتلخبطت وقلت لك كلمه لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ففعلا بقى كلمه لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ازاي يعني الاجتماعات بتبقى شكلها عامل ازاي والكواليس، يمكن دي حاجات احنا ما تعودناش طبعا ان هي بتخرج للاعلام كتير من داخل مجلس اداره النادي الاهلي. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ماشيين على قواعد وتقاليد اتربينا عليها كلنا من النادي الأهلي، من ساعة ما اتولدنا جوه النادي اتربينا عليها، وأي مجلس بيجي بيتورثها من المجلس اللي قبله. إذا كان في بعض أعضاء مجلس الإدارة أول مرة، كلنا بنشرف إن احنا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، فإذا كان في حد لسه أول دورة ليه فهو تطبع بهذه التقاليد وانصهر معانا، وكان في كلنا الحمد لله ايد واحده، وكلنا يهمنا النادي قبل اي حاجه، ويا رب دايما كده اي مجلس اداره يجي يبقى فيه هذه الروح. اشكرك جدا يا استاذ خالد، شكرا لحضرتك. السلام عليكم. وده كان لقائنا طبعا مع استاذ خالد الدرندلي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هنا من داخل دار الاوبرا المصريه احتفالا او الحفل السنوي لاكاديميه الباليه. شكرا لكم جدا وعوده للاستوديو.